اللافتات اللي على الارض هي بتحدد لي السيركوليشن الحركه للمكان، لكن مش واضحه تماما للزائرين، ما كانتش واضحه. فكنا بنخش المكان فعلا بنتوه في القصر او المتحف حاليا، فما كناش بنعرف نحدد بالظبط الوظيفه بتاعت المكان. انا داخله على غرفه ايه، او حتى اللافتات على الغرف اتغيرت تماما. اكتب بعد اذنك. سلايد تانية يا دكتور بعد إذنك. هنتكلم برضو على جزء السلالم وجزء الاكستنشن اللي بيوصلني من الدور الأول للسطح أو الروف اللي كان بيقيم فيه حفلات وغرفة موسيقى. زودوا اكستنشن خشب، والجزء الأرضي لغاية الجزء الأول سلالم رخام. فطبعا القصر بعد ما تزود له السلالم الخشب مش ما بقاش يتحمل عدد الزائرين زي لما كان القصر سابقا بيضم مجموعة بس من الناس. طبعا عندنا السطح، السلالم دي بتوصلني للسطح اللي هو الروف، بيضم فيه غرفة موسيقى تضم مجموعة كبيرة جدا من التماثيل الهندية زي ما قلت سابقا، والنقوش المعمارية. بعد إذنك سلايد يا دكتور. وفي برضو شكرا باشمهندسة بسمة، يعني قولي حاجة هنا. طيب في اتفضلي. جزء في الأول، الموقع معلش، العام، حاضر، الموقع هسمع العام. منك تاني. أيوة حاضر حاضر، هنا تفضل. الموقع العام عندي باب مدخل رئيسي موضح للقصر، اكسس واضحة، لكن بعد زيارتنا للمكان بقوا يدخلونا من الجزء الجانبي اللي هو كان اسطبل ومازال اسطبل سابقا وحاليا. وفي جزء غرفة دي للخروج جنب المكان، المدخل الجانبي للدخول. الغرفة دي بيقولوا عليها إنه كان باركينج أو مكان لتصليح العربيات اللي كان سابقا للبارون. طبعا قدامنا في الموقع العام يدل يوجد مترو. طبعا المترو ده كان زمان بيوصلنا بين هليوبلس ومحطة طنطا، ويوجد برضو سيارات قديمة محطوطة بجانب القصر بتاعنا اللي هو بقى دلوقتي حاليا متحف. وشكرا وأسف على التطويل. شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا دكتور. طبعا انا بقى ايه، يعني هتكلم عن نقطه معينه. طبعا معانا احنا يعني اساتذه وباشمهندسين وناس ما مش من مصر. قصر البارون من العلامات المهمه جدا اللي كانت وزاره الاثار طرحت فكره ان تطويره، وكان فكرة تطويع المساحة أو المساحة اللي حواليه تكون مستغلة لفكر جديد أو لفكر تطوير جديد. كان النقطة دي مهمة جدا. يمكن في عدد من المشروعات اللي اتقدمت للتطوير في الفكر المعماري، هطرح مشروع منهم لأن الدكتور علي تطرق لنقطة إزاي إن ممكن يكون في مشاريع جديدة تكون ريليتد شوية بالقصور أو المباني التراثية. عايزه اقول ان قصر البارون هو مبنى اتعمل على الطراز الهندي او الهندوسي. كانت الفكره كلها ازاي ابعث رهبه في الناس اللي داخلين مكان زي دوت ويتاثروا بيه. هبتدي بس يعني انوه على بعض النقاط النقديه. كان شكل المدخل الخاص بالقصر، كان يعني العدد اللي بيخش ليميتد شوية. برضو يا دكتور دي بعض النقاط اللي خدناها أثناء زيارتنا للمكان، إزاي إن
انا دلوقتي هحدد عدد يدخل، العدد اللي داخل دوت المساحه ديت هيبقى موجود لفتره معينه، هينتظر لغايه خروج العدد دوت. فاداره المشروع او اداره القصر ده او الاداره المتحفيه، جزء العلاقات العامه مش كان المفروض يكون ليه وظيفه في الحته دي؟ ولا هو ده يعني انا حاسه ان هو يبقى فيه كده سوء تنظيم في ان انا حاولت ده جزء متحفي يبقى انا ادخل الناس على فترات او على، ولا ده كده من نوع من الحفاظ على المبنى او يفضل بهيئته او ما يكونش العدد فيه كبير؟ برضو دي نقطه. نقطة تانية كمان إن الفراغات أو الأماكن اللي موجودة داخل القصر ما كانتش بتصف المبنى على أساسه. يعني أنا دخلت مثلا فراغ معين، المبنى ده كان في المبنى السكني هو غرفة طعام أو غرفة استقبال، المساحة أو الحيز اللي دخلناه هو لا يحاكي بأي شكل من الأشكال الوظيفة اللي كان عليها. هو بيبص الفكر الجديد إيه؟ يعني مصر تتحدث عن نفسها أو هليوبوليس مدينة الشمس، فهل دي برضو دي نقطة كانت يعني مش عارفة هو ده صح؟ ولا النقطة دي لا، المفروض ان هو يحاكي دوت، يكون الشاشات العرض دي بتحاكي الغرفة دي كانت في المبنى السكني دي عاملة ازاي ودلوقتي اتوظفت بقت ازاي، دي نقطة تانية. فكرة برضو يعني كانت عجباني جدا اللي هي تماثيل البوذية، هو البارون امبان كان بيعتمد على التماثيل دي في الحكمة او ان ده مثال للحكمة وانارة العقول وكده، فبرضو هما ما حطوش يعني دليل للتماثيل دي ايه او نوعها ايه او كده، احنا استنبطنا بمعلوماتنا او قرينا في الجزئيه ديت. نقطه تانيه برضو الارضيات، الارضيات طبعا معموله من الموزايك وهي معرضه، يعني يمكن انا حاطه الصوره اللي هي شوز على الارض، ازاي ان حاجه زي دي ليها قيمه ويعني تكون عرضه للاستهلاك والانتهاك. فكره تانيه ان كان ازورنا القصر اللي هو المجوهرات كانوا عاملين زي كوبري من الإزاز إن إحنا نعدي على الأرضيات دي علشان يحافظوا عليها، ففكرة الحفاظ في النقطة دي يعني هل ده إيه الأصح؟ إن أنا أخلي حاجة زي دي عرضة للاستهلاك ولا أحافظ عليها بإن أنا أعمل عناصر معمارية بسيطة بإن أنا أحافظ على الملكية ديت؟ هنا برضو كانت باشمهندس بسمة بتتكلم على إن القصر ده كان يقال عنه إن هو بيدخله الشمس من جميع الأنحاء، لما دخلنا القصر لقينا كمية الإضاءة الصناعية كبيرة جدا، الإضاءة الطبيعية خافتة يعني مقفولة ما فيش إضاءة تقريبا، فدي برضو نقطة كانت اللي هو طب إيه صح؟ هو أنا لما أحط إضاءة صناعية، أنا طبعا عملت سبوت على الديكورات الأوروبية أو الحاجات اللي هي عايز عين المشاهد أو الزائر يرصدها، لكن في نفس الوقت ما استخدمتش العناصر المعمارية الموجودة يعني زي مثلا الفتحات أو كده، هل ده أصح إن هو يكون حفاظ على المكان؟ برضو دي نقطة استوقفتني. هنا باين جدا موضوع الإضاءة، زي الإضاءة هي بسيطة جدا داخل الحيزات. فكرة التأثر بالفن الإسلامي، الجزء ده برضو كان يعني إحنا كان القصر مزيج ما بين الهندوسي والبوذي والإسلامي والأوروبي، يعني فكر التطرق لكل هذه الفنون في مبنى واحد
معاملتنا ازاي على الاثر العمراني او المحيط العمراني، ده ما شفناهوش في قصر زي البارون امبال. يمكن الحاجه الوحيده اللي رصدناها هو قصر السلطان حسين كامل المقابل لقصر البارون امبال، في ربط ما بين الواجهه او العناصر المعماريه المشربيات دي مع القصر، واللي عرفناه ان القصر دوت كان هديه من البارون امبان لزوجه السلطان. فده فكره المشربيات وربط العناصر المعماريه الاسلاميه بالقصر دوت. وبالنسبه بقى للموضوع برضو السلم، برضو فكره ان هو استخدام الكباستي على السلالم اللي هي زي الأرو الخشب ديت. طب انا دلوقتي عايزه انقل الزائر من الدور الاول للدور الثاني، ازاي ان انا هقدر استخدم عناصر معماريه من غير ان احافظ على قيمه السلم دوت التاريخي، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اوصله للطابق العلوي باسلوب ثاني او بشكل ثاني. دي برضو نقطة برضو استوقفتني، الدلائل المعمارية يعني برضو الخشب، خشب الأرضيات، استهلاك أو استخدام الأرضيات الخشب اللي هي كان أصلاً عليها القصر كمبنى سكني، حفاظ على الأرضيات دي المفروض يبقى أسلوب الحفاظ إزاي؟ أنا عايزة أدخل المستخدم دلوقتي أو الزائر، بس في نفس الوقت أحافظ على قيمة المبنى بمعناه أو زي ما هو موجود. النقطة إيجابية جداً كانت عجباني في زيارة القصر دوت هو طريقة الحفاظ على الرسومات أو المخططات الأصلية، ما جاتش بقى الوزارة حطتها زي ما هي كده وعرضة لإن هي يعني يحصل لها أي مشاكل أو تلف، لا هي الرسومات سحبت إسكان واتحطت على شاشة أو بطريقة معينة بحيث إن الناس تعرف الفن المعماري كان إزاي ممزوج مع الفن في وقتها في القرن دوت مع الحفاظ على الرسومات الأساسية في وزارة الآثار. عمليات الترميم هم حطوا برضو فكرة ذكية جدا موضوع شاشات العرض وإزاي إن هم وصلوا لترميم، لأن المبنى دوت كان وصل لحالة مستهلكة جدا ل يعني العبث من الناس، وكان في وقت من الأوقات بيدخل حفلات عبدة الشياطين ويعملوا جو من الحاجات الغريبة جدا، فابتدى يبقى فيه انتهاكات. فازاي ان المبنى ده وصل وهو كان من أوائل المباني الخرسانية المسلحة، كان حصل طبعا تلف كتير جدا من الأجزاء، فابتدى ان هم يشرحوا عملية الترميم، ودي برضو شايفها نقطة إيجابية جدا من في المشروع. الجزء بقى يعني اللي برضو كان حضرتك بتتكلم عنه، هل يمكن الحفاظ على المبنى وإن الناس يطوروا فيه ويضيف المشروع كيان جديد؟ في باشمهندسة اسمها زينب محسن حطت مشروع أو فكرة لإزاي إن هي تربط المبنى البارون أو قصر البارون بجزء جديد يتعمل في جزء البدروم. هو جزء البدروم غير مستغل بتاتا او مقفول، حتى مرضوش ان هم ينزلونا نشوفه.